مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده. بعدني انا بالمكتبه وبعدني عم اقدم لكم كتب موجوده عندي وهي كثير اساسيه. موضوعنا اليوم التفكير المرئي او visible thinking. التفكير المرئي هو مش بس شيء بنقدر نطبقه بصفنا لوحدنا، هو شيء بنقدر نخلق فيه ثقافه مدرسيه. وكلكم بتعرفوا making the thinking visible لرامبلت شيرد، مارك تشيرج وكارين موريس. بقلب هذا الكتاب عنا عدد كبير من الاستراتيجيات يلي بتخلي طلابكم يشوفوا كيف عم يفكروا، كيف تفكيرهم عم يتطور مع مرور الزمن، وعدد كبير من الاستراتيجيات بقدر استخدمها بالتقييم المستمر وبالتأملات يلي بتصير خلال الحصص. إضافة إلى هذا الكتاب حابب اليوم كمان ضوي على كتاب لرامبلت شيرد، وهذا الكتاب اسمه Creating Culture of Thinking، لأنه مثل ما ذكرت لكم لما أنا بدي حط التفكير المرئي داخل المدرسة لازم يكون في عندي ثقافة مدرسية. بقلب هذا الكتاب رام بيحكي عن 8 عناصر أساسية لنقدر نشكل هيدي المدرسة ونقدر نشكل هيدي الثقافة بقلب المدرسة. الكتابين أنا بالنسبة لي هن أساسيين بقلب كل مدرسة، بقلب كل مكتبة عند كل مدرس، خاصة إذا حابين نحضر طلابنا للمستقبل وحابين نطور مهارات التفكير يلي موجودة عندهم. بشكركم عن جديد وبشوفكم بحلقة جديدة وكتاب جديد.